أحيا زوار مقام السيدة زينب عليها السلام في دمشق ذكرى مولد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث احتضنت المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من 10,000 زائر من الدول الإسلامية جاءوا لإحياء المناسبة. كما نخص بالذكر، اجتمع المسلمون مرة أخرى داخل مقام السيدة زينب عليها السلام احتفالا بذكرى ولادة أبيها الإمام علي بن أبي طالب، حيث لم يعد مرقد العقيلة مكانا لإحياء المناسبات فحسب، بل مجمعا ثقافيا يضم شخصيات من كل الطوائف والمذاهب الإسلامية تحضر من أجل إحياء سيرة النبي الكريم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وكان مع النبي وكان مع الإسلام، فبسيفه وشجاعته وحلمه وأخلاقه دافع عن الإسلام ودافع عن النبي، ولذلك نرى بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه علي بن أبي طالب يحترمه حتى العدو، والفضل ما شهدت به الأعداء. وتأتي أهمية الاحتفال بذكرى ولادة الإمام علي عليه السلام كونها تجري في ظروف غير عادية حسب الأزمة التي تمر على هذا البلد. استلهم الحاضرون من ذكر حياة الإمام علي واستحضروا العظة والحكمة من سيرته الطيبة، حيث كان نهجه ومسيرته نهجا للعالم بأسره ومسيرة على طول الزمان. حاول التكفيريون استهداف الطريق المؤدي للمقام أكثر من مرة، لكن لا خوف يثني محبي أهل البيت عليهم السلام. احتشد الزوار في هذه المناسبة كما في كل مناسبة مضت، يتلون آيات الله ويدعون للبلاد بالصلاح والسلام.